احنا فصلنا عن الدوري الحمد لله، انت اول مباراتين في الدوري مكسب، ودي حاجه الحمد لله بدايه كويسه، بدايه تشجعك حتى تخش ان شاء الله مباراه افريقيا ان شاء الله بكره بمعنويات عاليه جدا. وبكره مباراه مش محتاجه انك ان شاء الله رب العالمين تكسب، لانك عايز تتاهل دوري مجموعات، ودي الخطوه اللي بيبص بس مبدئيا ليها مودرن فيوتشر مبدئيا، بس الاول تاهل دوري مجموعات خطوه خطوه، وده الاهم ان شاء الله. المباراه الاولى كانت 1-0 هناك، ويعني ظروف ملعب وكده، وكان جيل صناعي والموضوع ما كانش احسن حاجه، وكانت بدايه لسه بدايه موسم، لكن الحمد لله الفريق مباراتين دوري مكسب، الحاجات دي كلها بتدي دوافع كويسه جدا للعيبه حتى المستر ريكاردو. يعني بتمنى ان شاء الله البدايه بكره تبقى بدايه موفقه، وان شاء الله ندور على الهدف، فهدف بدري ان شاء الله. مستر ريكاردو حط تشكيل، لكن هو مش هيغير كتير في في في, في طريقه لعبه، مش هتغير، لكن ممكن الافراد يتغيروا نفسها، لان في ناس دخلت عليك جديد، يعني محمد صادق دخل عليك المباراه اللي فاتت وما شاء الله عمل شوط تاني ممتاز. احمد رفعت ما كانش معاك المباراه الاولى، وده مهم جدا، موجود معانا بكره ان شاء الله. فانت عندك عناصر كده هتعمل لك الفرق ان شاء الله، مع اني بقول لك ان كمان معظم لعيبتك الحمد لله دخلوا فورمه المباريات، يعني ها بدا يقولوا هم، يعني هو طبعا ما وصلش احسن مستوى، ده طبيعي في كره القدم، لكن عارف انت يعني احسن من البدايه الاولى هناك في تنزانيا. temos confiança que somos capazes de ultrapassar este obstáculo. في البدايه طبعا حابب اتكلم عن اهميه المباراه، وان هي مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. تواجد الخصم فريق الوصول كان امبارح، لكن ان شاء الله باذن الله يكون عندنا القدره غدا ان شاء الله باذن الله ان احنا نكسب ونصعد لدور المجموعات. Se vamos conseguir ultrapassar, eu acredito que sim, mas o futebol é um jogo de surpresas. احنا درسنا الخصم بشكل كويس جدا، وعارفين احنا هندخل نلعب مين بكره ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله عرفنا برضو كذلك نقاط الضعف والقوه عندهم، لكن هي في النهايه هي مباراه كره قدم، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل كل ما عندنا لتحقيق المكسب بكره ان شاء الله. I believe in them and I trust in them and yes we can. هو مؤمن جدا بيهم، وهو ان شاء الله باذن الله شايفين ان احنا نقدر نحقق بكره ان شاء الله باذن الله، عندنا القدره لكده. ده طبيعي في الكوره اللي هو بيقوله، هو ده طبيعي بالنسبه لنا احنا، دايما الرد بيكون في الملعب يعني، بس مش اكتر. بكره بعد الماتش هنشوف. We know we saw future. It's a good team, it's a big team, it's a good team. They've got some element of individualities and all of this. So we analyzed their matches and we planned tomorrow game according to their strengths and weaknesses. هو بيتكلم على فريق فيوتشر انه يعني فريق قوي وعنده امكانيات وعنده حلول، ولكن هو يعني دارس الفرقه كويس وعامل يعني زي استراتيجيه او خطه ازاي هيواجه في الماتش الحالي. So that is cannot take us out of our goal and our target. Our target honestly is to come here and do well and go to group stage. بيقول ان الماتش يعني هيبقى ليه اهميه خاصه، لان زي ما احنا شفنا الماتشين اللي اتلعبوا في البطوله الافريقيه للفرق المصريه في القاهره، الفرق الافريقيه خسرت، فهم جايين لهدف ان هم يقدروا يحققوا الفوز. We are prepared and we are geared to see ourselves going to the next level. بيقول انه عارف الماتش مش هيبقى سهل، ولكن هو عنده هدف وعنده ثقه في فرقته انه ممكن يقدر يعدي لدوري المجموعات. Yeah, apart from that, I can say may the best team win tomorrow. وبيتمنى طبعا التوفيق للفريق يعني اللي يجتهد ويكسب، بيتمنى له كل التوفيق. J'ai joué en Égypte, on se connaît, je connais bien les championnats égyptiens. هو بيقول انه طبعا عشان لعب في مصر عارف الاجواء هنا وعارف يعني اللعيبه المصريه، ولكن المهم عنده ان هم يعني متجهزين كويس، عندهم طموح ان هم يقدروا يعني يعدوا الماتش ويتأهلوا للمجموعات.